انا حول هذا الموضوع بغيت ناكد بانك تم واحد العدد ديال الاجتماعات لا مع القطاع الخصوصي ولا مع جمعيات الاباء والاولياء باش نلقاو حلول وباش نقاربوا وجهات النظر ديال كل الاطراف اللي هي معنيه حول هذا الموضوع. ولازم ناخذ بعين الاعتبار بان في الحقيقه راه السنه الدراسيه انطلقت متاخره وتستمر جزء من شهر يوليوز، ولكن احنا دفعنا وشجعنا باش يكون حلول